أهلا بكم. في اليوم 65 من الحرب الروسية الأوكرانية تتواصل المعارك بين قوات موسكو وكييف على مختلف الجبهات. هذا وأعلنت الرئاسة الأوكرانية أنه تم التخطيط لعملية إجلاء المدنيين المتحصنين في مجمع أوزوفستال الصناعي الذي تحصره القوات الروسية في ماريبول في جنوب شرق أوكرانيا. فيما أعلنت وزارة الدفاع الروسية أن طيرانها الحربي دمر ورشات إنتاج تابعة إلى شركة أرتيوم في المجال الصاروخي الفضائي في العاصمة الأوكرانية كييف. من جهتها قالت وزارة الدفاع البريطانية بأن معركة دونباز لا تزال هي محور التركيز الاستراتيجي لروسيا من أجل تحقيق هدفها المعلن بتأمين السيطرة على منطقتي دونتسك ولوغانسك. والآن نترككم مع أهم المقاطع المصورة من المدن التي شهدت تطورات ميدانية.